عيون جل مغمرات يا حي مركب هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ينطلق شوطنا الثامن الذي اعلنت انطلاقته في هذه اللحظات مخصصا للقعدان. نذهب الى المركز الاول ونتابع الصداره. من افتتح الاذاعه هداد سعيد بن سطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي الذي يقدم هذا الاسم، بينما في المركز الثاني هناك الوصول بانطلاقه هملول مطر بن سعيد بن مرير الاكتبي. النقلة التالية للمركز الثالث إلى وجود مشاكل، بدر بن سعيد بن حمود بن حمد الوهيبي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع نتابع هذه اللحظات والقادم في هذه اللحظة ألا وهو ضاري ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي يقدم لنا ضاري في هذه اللحظات، بينما في المركز الرابع هناك في هذه اللحظات على الجانب الآخر أو المركز الخامس يتقدم مع هذه اللحظات قادما سياف بهذا الأداء وهذا الحضور أو يحمل الرقم 9 وهو النايف حمد بن محمد بن حماد بن خرايط العامري، وهناك يتسلل نشوان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري قادما في هذه اللحظات ليأتينا باسم نشوان أحد أبناء سويحان يأتينا بهذا الاسم. هكذا نتيجتنا، هكذا الأداء للست المراكز الأوائل المتقدمين في هذه اللحظات. ولكن عودة إلى شعارك يا سعيد بن سطيط الاكتبي حيث يقدم هداد على المركز الأول منهدا ومنقضا على الصدارة بهذا الأداء الجميل هنا مع مقدمة الشوط. ولكن القادم على المركز الثاني على الزاوية الأخرى في هذه اللحظات هذا هو نشوان، نشوان يصل بهذا الأداء عوض بن مبارك بن سعيد المهيري المركز الثالث. الانطلاق القادم من انضاري ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي يقدم لنا ضاري على المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار بن زيتون على ظهر سياف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس يتقدم مشاكل، بدر بن سعيد بن حمود بن حمد الوهيبي قادما مع مشاكل، وهناك الوصول في هذه اللحظات هنا القادم مع هذا الأداء الذيب سعيد بن حرام بن سعيد اليابري قادما باسم الذيب. هذه هي الأسماء الأوائل، هذه هي الأسماء الأوائل بقيادة نشوان، بقيادة نشوان الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير. والتقدم بدأ من هداد سعيد بن شطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي وكذلك سياف، سياف قادما مع شعار بن زيتون مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي يقدم لنا هذه الأسماء، يقدم لنا هذه الأسماء المميزة في هذا اليوم. وهناك الاسم القادم مشاكل، بدر بن سعيد بن حمود الوهيبي على المركز الرابع، ولكن شعار بن زيتون، شعار بن زيتون على الصدارة، وشعار بن حويدي على المركز الثاني. ولكن بن زيتون هنا يبدع بإبداعاته دائما على مقدمة الشوط الذي يقدم لنا سياف، سياف يا سياف على المركز الأول على الصدارة والمقدمة بدون أي حركة. كما نتابع هذا المشهد، هذا المشهد يتكرر كثيرا في هذا اليوم مع هذا الشعار بدون أي حركة بدون أي أوامر، العصا في الأبطان مع سياف وتحركاته. سياف يحقق الانتصار، يعلن تواجده مع المركز الأول. سلوم منازف، سلام سلام يا بن زيتون، تهانينا والناموس. الحركة، الحركة بدأت عندما غارب نشوان إلى النهاية، ولكن سياف يحقق الانتصار. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز سياف نشوان على المركز الثاني. عوض بن مبارك بن سعيد المهيري المركز الثالث. مشاكل، بدر بن سعيد بن حمود الوهيبي المركز الرابع، يذهب إلى انطلاقة ووجود نشوان الرابع.
الرابع رقم 19 هناك يذهب إلى متعب سعيد بن حمد بن هادي الأحبابي. التوقيت الزمني 4:33.